أخبار اليوم. ما قدرش ينسى طول عمره، لأن البداية كانت جنبه وحواليه، وهو والأستاذ مجبول رحمة الله عليهم يعني أوائل الناس، أو ما كانش أول ناس احتضنونا، احنا لسه في بداية مشوارنا يعني بكل الحب والقوة. الله يرحمه، هو كان إنسان جميل جدا يعني، وترك فن كبير قوي، سواء المسرح أو السينما أو التلفزيون أو حتى الإذاعة، وأدوار متنوعة ومختلفة تستحق المشاهدة مرة واثنين وثلاثة. أنا كنت من الناس المقربين لي، وهو كان مقرب ليا جدا يعني، لأن كنا بنتقابل كتير تقريبا على يعني المستوى الإنساني يعني. وأنا كنت أحبه قوي قوي يعني. أطلب من ربنا الرحمة للفنان الراحل حسن مصطفى، أعزاء لكل أفراد أسرته، الفنانة خاصة الفنانة ميمي جمال وبناته نجلاء ونورة وكل المصريين وخصوصا الوسط الفني. إذا احنا فقدناه من على هذه الأرض لكن هيظل في قلوبنا، لأنه قبل أن يكون فنان هو كان إنسان بالفعل بعلاقاته مع كل الآخرين باحترام وبيسأل عن الكل، بيحترم الجميع، يحب الجميع.